من لندن معي عبر الهاتف عادل درويش المحرر السياسي لمجموعة ديلي ميل. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عادل. قراءة أولى لهذا التقرير لو سمحت سيد عادل، خاصة أنه لأول مرة تتحدث عنه كأرقام بريطانيا. ألو، أهلا سيد عادل، مساء الخير، نحن على الهواء مباشرة. أيوة يعني كما تفضلت وذكرت في ساندي تلغراف، هذه معلومات مسربة من قسمين من الأقسام الوزارات وليس من الوزراء أنفسهم، أن الحكومة لم يصدر عنها هذا الأمر رسميا. المشكلة هي في التالي، المشكلة أن بريطانيا هي ثاني أكبر ممول للاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، وبالتالي فهناك نوع من المرارة لدى بروكسل في خروج بريطانيا ويعرفون هذا. النقطة الثانية، يريدون أن يجعلوا بريطانيا تبدو كالخاسر حتى تفكر بلد آخر، وربما البلد المرشح آخر هو بولندا في الخروج من الاتحاد الأوروبي. فريق المفاوضات عندنا كان يطرح مسألة ضرورة المفاوضات الموازية، أي التفاوض على كل الأمور. الاتحاد الأوروبي يريد أن تدفع بريطانيا فاتورة الطلاق أولا ثم يفاوض على أوروبا. أعتقد أن تسريب هذه المعلومات هو بالونة اختبار لنرى رد فعل بروكسل في هذا، لأنه هو الذي مدير لبريطانيا وليس العكس، لكن بريطانيا ستضحي بهذا المبلغ كبالونة اختبار لنرى هل بالفعل سنرسونا. صوت يتقطع، سأحاول المرة الأخيرة سيد عادل. طيب، ستضحي قلت أعتقد سيد عادل بريطانيا، ولكن إذا ما ضحت بهذا المبلغ الآن إلى أي مدى هو على المدى البعيد، إلى أي درجة هو لصالحها والعكس طبعا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهذا ما كان واضحا بأنه هذا ما يريده الاتحاد الأوروبي مثل ما قلت حضرتك سيد عادل. هو الخروج من الاتحاد الاوروبي لاصلاح بريطانيا مش لاصلاح الاتحاد الاوروبي، لاننا نستورد منهم اكثر مما نصدر اليهم، لاننا ندفع اكثر مما نستفيد، لان نعم. القوه العسكريه الاولى هي بريطانيا ثم فرنسا لحمايه اوروبا. فالاتفاق الخروج، لكن هي الامر هل سيكونون على النقاط التجاريه؟ طيب، الصوت يتقطع، على اي حال يعني وضحت الفكره على الاقل بشكل اساسي. أشكرك جزيلا سيد عادل درويش المحرر السياسي لمجموعة ديلي ميل على هذه المشاركة معنا من لندن.